اول حاجه نجلاء خروج اتنين حيه وواحده سودا وواحده بيج. بصي هي اولا بتقول انها كانت بتغسل وشها، معنى انها بتغسل وشها يعني في حد واقف بينها وبين الله تعالى، ده طبعا في الحاله دي اصل غسل الوجه، الاستحمام، اي حاجه فيها ميه، غسل الايدين، كل ده المفترض ان هو خلاص من الذنوب والمعاصي. تمام، لما تلاقي ان في حائل بينها وبين انها تغسل وشها او انها يعني تضيع ذنوبها وكده، يبقى ده مين؟ ده الشيطان. خدت بالك؟ فهي بتقول انها طلعوا لها واتصابت في رجلها. اتصابت في رجلها، الاصابه في رجلها ده معناه انها شويه متاخره في الاولاد، لان هي قالت بالفعل انها ما خلفتش لحد الان، لان الرجل اصلا او اصابع القدم تعتبر الغلمان او الاطفال او الاطفال فكون انها اتصابت فيها معنى كده ان انت تاني هنقول محتاجه رقيه شرعيه. رقيه شرعيه يعني حضرتك مثلا حسن من حلمها ده مقصوده طبعا طالما، وبعدين الرقيه الثانيه بتقول شافت واحد وبتقول له لا تعاديني ولا تاذيني، فده معناه ايه؟ ده مين اللي بيتقال له كده غير الشيطان؟ ف يا جماعه والله القرب من الله بيحمي البني ادم من كل شر، والتقرب الى الله والنوافل دي البني ادم بيبقى في حصن وحمايه وحرز من هي الله. هي في ناس كتيره دكتور يقول لك احنا بنعمل حاجات كويسه وبنصلي بس، ولا اهم حاجه بصي اليقين يعني اعمل، هو مش رياضه اصلا تصلي تقوم وتقعد وكده، فين علاقتك بالله القويه؟ يبقى معنى كده يا دكتور لازم التسبيح ولازم الاذكار ولازم القران، لازم الواحد يوطد علاقته بالله تعالى. وبعدين البني ادم اكتر حد ربنا بيوري له يعني اكتر حد عارف نفسه يا حلو يا وحش. طبعا هو عارف دارب حاله يعني. ف يعني شوفي وطدي علاقتك بالله تعالى عشان يحميكي.